السلام عليكم ورحمة الله. في ظل التدهور المتواصل في خدمات الطيران اليمني، استشرى الفساد وانعكس سلبا على المواطنين، وباتت المعاناة هما يلازم المسافر من أول إجراءات الحجز حتى العودة. وضع إداري ومالي غير منضبط بلغ حد الابتزاز، والمتاجرة بتذاكر السفر التي تضاعفت أسعارها إلى 300%، وتقاسم نافذون عائدات الرسوم الإضافية المفروضة على العالقين فضلا عن السطو على رسوم الشحن والحمولات الزائدة. شركة الخطوط الجوية اليمنية بدورها بررت تراجعها بقيام منظمة الطيران العالمية أياتا بتعليق أعمال الشركة أواخر مارس 2015، كما عزت ارتفاع قيمة التذاكر لتراجع مواردها نتيجة الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها. لأكثر من مرة يتفاجأ المسافرون بإعلان مكتب اليمنية في القاهرة بتأجيل رحلة السفر دون إبداء الأسباب ولا حتى الاعتذار. احتقان وغضب بلغ ذروته مؤخرا بعراك بين مسافرين ومتضررين مع موظفي مكتب اليمنية في القاهرة. مطالب المتضررين تمثلت بفتح الأجواء أمام شركات الطيران التجاري وكسر احتكار اليمنية لحركة الملاحة الجوية، وكذا التحقيق في شكاوى الفساد التي يتهم بها مسؤول اليمنية. رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر كان بدوره قد وجه بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة أسعار التذاكر والتحقيق في أداء الشركة على خلفية شكاوى المسافرين، لكن شيئا لم يحدث. حلقتنا لهذا اليوم من بين قوسين حول اتهام شركة الطيران بالفساد، خصوصا مكتبها الإقليمي في القاهرة والحلول الممكنة. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز نشوان نعمان، مدير مكتب المغتربين بمحافظة تعز، وعبر الهاتف من القاهرة أحمد السامعي، منسق حملة فساد طيران اليمنية، ومن صنعاء سلام جباري، مدير الإعلام بشركة الخطوط الجوية اليمنية. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ نشوان نعمان، مدير مكتب المغتربين في تعز. مرحبا بك أستاذ نشوان. مساء الخير. مرحبا بك أستاذ نشوان. في البداية، كيف تتابع وتنظر لاستمرار مشاكل طيران اليمنية مع المغتربين ومع اليمنيين المسافرين، سواء الخروج من اليمن أو العودة إلى اليمن؟ أخي العزيز، أولاً أنا أشكركم على إتاحة الفرصة لنا، وأنتم قد دعمتم تقريباً أكثر من حلقة في الموضوع هذا، لكن كأنه واحد ينفخ في قربة مخزوقة. كان على المفترض على رئاسة مجلس إدارة اليمنية أن تبدأ بعمل الحلول المناسبة، لأن المغترب اليمني يعيش في مصر مرارة الحرب، هو في اليمن، ويعيش بنفس الوقت مرارة الحصار، فهو محاصر من قبل اليمنية التي منعت كل الناس من السفر إلا بوفر رؤية معينة، أو هي المتحكمة في سفر المواطن. المواطن اليمني يكمل علاقه ويذهب إلى اليمنية، ليجد أمامه طابور كبير ومعاناة كبيرة وفساد في مكتب اليمنية. تتوقع أنت أخي العزيز أنه مكتب اليمنية في القاهرة معه مكتبين، مكتب في وسط البلد ومكتب في المهندسين. مكتب الموجود في وسط البلد مقفل، لا نعلم لماذا، حتى يتم معاقبة من المواطن. نعم. وهذه هي إشكال إدارية. الآن هناك فساد يكتب عنه بالأرقام، أرقام خيالية، تصرف مبالغ كبيرة، تصرف منها مبلغ 600 دولار ريال يوميا، تصرف يوميا بدل سفر لرئيس مجلس الإدارة، صرفت له على مدى 700 يوم. نعم. يعني شخص واحد يستلم أكثر من 250,000 دولار، هذه بدل سفر خاص فيه. هذه العملية كان قادر الناس يستفيدوا منها في إصلاح عمليات الطيران. نعم. الثاني، عندما يوصل المواطن إلى مكتب اليمنية يجد أمامه صعوبة الدخول. في بعض الأحيان يستمر إلى 2 إلى 3 أيام وهو منتظر أن يدخل إلى كونتر الاستقبال. لماذا؟ لانه مجبر كذا، مكاتب قلت لك مكتب المهندس، مكتب وسط البلد مقفل، مكتب المهندسين، عدد العمال الموجوده، نعم استاذ نشوان، بسيطه، لم يتم استيعاب كل الناس، لم يتم عمل حلول.
تم التصوير من داخل المكاتب، كل يوم تبث فيديوهات لما يحصل للمواطنين، لكن هناك إدارة فاشلة لم لحد الآن لم تقم بواجبها، لم تحقق. لماذا الآن؟ ما الذي يحصل الآن؟ نعم، طيب أستاذ نشوان، حتى نقف على جزئية نعم اسمح لي. الآن تقول هناك ربما أكثر من مكتب لليمنية في القاهرة، لكن المكتب الذي يعمل هو مكتب واحد، وهذا ما يسبب ازدحام شديد للمسافرين في هذا المكتب. أيوة نعم، هذه النقطة. النقطة نعم الثانية نعم. إذا نعم نعم إذا تحدثنا أيضا على مسألة المشاكل التي تلمس المسافر سواء في المواعيد أو في أسعار التذاكر، أنت خذت التجربة وعانيت وكنت عالق في مصر لأكثر من فترة، لأكثر من ربما أشهر استمريت حتى عدت إلى أرض الوطن. صف لنا ما حدث معك بالضبط وعن أسعار التذاكر والألعاب بمواعيد الرحلة. أخي العزيز، ما حصل هناك هو أشبه بمسرحية. توصل أنت إلى مكتب اليمنية، إذا تريد أن تعدل الحجز حقك، إذا طلب منك الطبيب أن تعدل حجزك فيتم حساب عليك غرامة مقدارها $100. لماذا الغرامة هذه؟ يقول لك أنت أتيت قبل، لم تأتي قبل 72 ساعة وحسبوا عليك $100. طيب أنا متنازل بالمقعد هذا لشخص آخر، بجيبه لشخص آخر حتى يعني يستفيد منه الرحلة. أقول لك لا، الكلام هذا أنت ما لك دخل فيه. الشخص الآخر اللي بيجي الآن تقطع تذكرتك، تحدد لك يومك يوم سفرك، تتفاجأ إنه يقول لك تأجلت الرحلة. طيب يا أخي، أنت أجلت الرحلة حقي بدون متبلغنا، أنا كنت حاجز سكن ونهيت سكني، أنهيت كل شيء، دفعت أنا إيجار السكن لآخر يوم. أنا الآن لما أرجع أستأجر سكن جديد أتحمل أعباء جديدة وأعباء إضافية وسعر مرتفع، لأنها في فصل الصيف. اليمنية لا تعير هذا الاهتمام، حتى تبليغ بدل ما يبلغ قبل 72 ساعة أو قبل فترة يبلغ بنفس يوم السفر، إذا احترموا ويبلغوك أو يتم تبليغك اليوم الأول عليها، لكن هذا لا يبدي معك. بعض الحالات اللي لمستوها أنا وأنا صورتها فيديوهات وسجلت تسجيلات، أشخاص تم بيع تذاكرهم، تبع بيع مقاعدهم، يوصل للمطار يقول له المقاعد حقك التغى. طيب يا أخي ليش التغى الرحلة موجودة؟ يقول لك إحنا مش عارفين، طلعوا شخص آخر. أو وجدت حالات أخرى إنه يحجزوا لعائلة أربعة مقاعد، يوصل لفوق الطائرة ما في إلا اثنين مقاعد والبقية يجلسوا في الأرض، يقول لك أنتوا أذن أطفال. طيب يا أخي أطفال، يعني أنا دفعت قيمة التذكرة، سعر التذكرة بتاع المواطن اليمني ثلاث أضعاف أي طيران آخر، يعني 247 إلى 267 إلى 260 إلى 250 ألف سعر التذكرة، سعر الطيران، تمام؟ نعم. لكن إذا وجدت الآن طيران أخرى، يعني هو في احتكار. احتكار لماذا؟ لإفساد ما تم بناؤه. اليمنية بنت سمعة، لم تبني أسطول، لكن بنت سمعة كانت عطرة، لكن الآن هناك مجموعة من الأشخاص ما يتحكمون بقرار اليمنية، هم الذي الآن يعملوا على فسادها. تتوقع أخي العزيز إنه مكتب صنعاء هو اللي يتحكم بالرحلات حتى الآن؟ ما المركزية في صنعاء هم من يسمحوا بالرحلات أو يقفلوها. إذا لم يأتي لهم كشف من صنعاء بموافقة على الرحلة لا تتحرك الطيران. نعم. حتى الآن ما زال المتحكم هو الحوثي وعفاش في 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 في, في, في رحلات اليمنية. طيب استاذ نشوان، نعم استاذ نشوان، اذا الحكومه الشرعيه وايضا وزاره النقل، هل هي غائبه عن الاشراف على هذه على خطوط الطيران اليمنيه؟ واذا كان كذلك فلماذا الحكومه تظل تتستر على هذا الفساد الحاصل الان الموجود فيها؟ أخي العزيز، أنا أقول لك إن وزارة النقل عملت ما عليها، رفعت تقارير إلى رئيس الوزراء، رفعت شكاوي إلى رئيس الجمهورية، لكن حتى الآن هناك شخص مسؤول اسمه لا أعلم اسمه الآن، هو رئيس مجلس الإدارة، هذا ما أشكله، يعني ما شيش أقوله إنه مناطقي، لكنه هو من منطقة العلواني. من تقصد رئيس مجلس الإدارة؟ على قرار رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الإدارة هو المتحكم في كل شيء، هذا من أقرباء رئيس الجمهورية. هذا الشخص استلم في اليوم $600، استلم في اليوم $600 مقابل بدل سفر، استلم حق اكثر من 700 يوم. انت تتوقع انه يعمل الى عند 60 يوم، لما تغلق 60 يوم يروح يسافر للاردن، يعمل رحله للاردن ويرجع الى القاهره حتى تعادله، حتى لا يتم خصم من بدل السفر بتاعه، وحتى يرجع الى القاهره مره ثانيه. هناك فساد مقونا،
انا عندي معلومات انه تم رفع شكاوي كثيره من وزير النقل، من نائب وزير النقل، من في من نقابه اليمنيه، رفعت شكاوي وموجود صفحات موجوده باسم فساد اليمنيه وفيها كل الحقائق. انا رمي لك، لو رمي لك رسائل انت، موضوع التامين، موضوع التامين كان المواطن اليمني يدفع $300 مقابل التامين والسعر 260,000، تم خصم، تم تحويله الى $200، وما زال الخصم كان، وما زال السعر 260,000، والان المواطن اليمني يدفع $100 تمام. نعم. مقابل طيب استاذ نشوان على الحياه. نعم. وما يتم دفعه، اخي خليني اكمله، وما يتم دفعه الى 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 الى, إلى, إلى, إلى شركه التامين $6 و$8 بحسب نوع الطائره. نعم. طيب استاذ نشوان، سنتحدث بهذه التفاصيل يعني، وايضا كدوركم ودوركم انتم في وزارة المغتربين عن يعني ملاحقة هذا الفساد أو توقيفه أو عمل شيء معين سواء من قبل الحكومة لإيقاف هذا الفساد، لكن اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث من القاهرة الأستاذ أو الأخ أحمد السامعي، منسق حملة فساد طيران اليمنية من القاهرة. أحمد السامعي مرحبا بك أحمد. مرحبا، أهلا وسهلا بك أخي بشير. مرحبا بك أستاذ أحمد. ربما الأستاذ نشوان تحدث بصورة كبيرة حول الفساد وأيضا الرسوم الإضافية وأيضا عن استقطاع مبالغ مالية كبيرة لرئيس مجلس الإدارة للمكتبة اليمنية وغيرها. أنت قمت بحملة ضد طيران اليمنية، ما هي الدواعي التي جعلتك تتبنى هذه الحملة؟ أخي الكريم، أولا أشكر الأستاذ نشوان نعمان مدير شؤون المغتربين في محافظة سعد على هذه المعلومات التي ساقها، وهي معلومات دقيقة وتفصيلية لما يحدث. وأضيف أيضا إذا تطرقنا إلى مشاكل المكاتب، أولا سأتطرق بمقتطفات سريعة عن مشاكل المكاتب اليمنية وخاصة في القاهرة. أولا هناك أسباب تقنية، لا يستطيع الراكب الحجز عبر موقع الشركة ولا يوجد حجز سوى في مكاتب المبيعات فقط، وهذا يسبب مشاكل كثيرة تتمثل في أن أغلب الركاب يأتون ترانزيت عبر القاهرة وعمان والخرطوم، ويأتون غالبيتهم من بلدان لا توجد بها مكاتب تابعة اليمنية أصلا. نعم. بعد ذلك يتم إصدار تذاكر وبوردينج للركاب من دون أرقام مقاعد. كيف تصدر يعني للركاب وتحجز للركاب حجوزات بدون مقاعد؟ هذا يسبب إشكالية وفوضى بين الركاب أولا، حتى لطاقم الطائرة، وهذا الإجراء ساهم بشكل كبير بأن يتم التلاعب في الحجوزات، فلا يوجد تحديد لمقعد الراكب، متروك الامور للسمسره على علم ومراى المسؤولين في اليمنيه سواء بمكاتب الحجز او في المطارات. احمد انت الان، احمد هذا ربما يعني ربما اتهام ليس بالسهل، ان اصبحت طيران اليمنيه اصبح بهذه الطريقه، يعني وكانه باص او حافله نقل في باب اليمن لنقل الركاب، لا يوجد هناك ترقيم ولا يعني بالمقاعد ولا عدد الركاب ولا شيء. معقول أن يكون الطيران يتحول بهذه العشوائية؟ نعم نعم أخي بشير، وأؤكد لك بالوثائق هذه المعلومات، وربما إذا استضفتم الأخ أحمد السوادي سيثبت لكم ونشرته على صفحتي في الفيسبوك تذكرته، وكمان الكثير من الركاب يعني إذا نظرت إلى تذكرتهم لا يوجد حجز برقم المقعد أولا، وهذا كما وضحت لك بأنه يتم احلال البيع والشراء في المقاعد لانه لا يوجد اي تحديد اسمه. طيب احمد المقاعد. الان ربما هذا جانب من جانب المشاكل، عدم يعني تحديد المقاعد وبالاسماء، وهناك عشوائيه كما تحدثت، ايضا المشاكل التي تحدث في المكتب حتى وصلت الى حد العراق كما شهدنا قبل اسبوعين تقريبا، حدث هناك مشكله كبيره وتناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما الذي حدث بالضبط ولماذا يعني وصل الناس إلى مرحلة يعني الاشتباك والضرب؟ أخي العزيز، كما لاحظت ولاحظ الكثير من المتابعين على صفحة التواصل الاجتماعي تلك المشاهد والمقاطع الفيديو التي نشرت، حيث تحولت مكاتب طيران اليمنية إلى حلبة مصارعة وفوضى عارمة، وهذا السبب الوحيد كما قلت لك إنه يتم حجز المقاعد للركاب بدون أرقام، وهذا يسبب في عملية البيع والشراء يتم إحلال المقاعد لمن يدفعون أكثر، وكمان لأصحاب الواسطات، والكثير من هذه المشاكل سببها إدارة المكتب بإعاز من إدارة طيران اليمنية
برئاسة أحمد مسعود العلواني. بعد ذلك قلت لك هناك مشاكل عدة، حيث يتم الاتصال في كل رحلة لمجموعة من الركاب وإخبارهم بإلغاء رحلاتهم بينما الرحلة موجودة بالفعل، ولكن يصعد من تم أخذ منهم مقابل مادي. أحمد رصدتم، أحمد أنت بحكم أنت يعني قريب من هذا الموضوع وأنت تعيش في القاهرة، هل رصدت فعلا حالات ناس دفعوا مبالغ مالية وكانت لهم مقاعد وحددت رحلاتهم ومن ثم وقت الرحلة تفاجأوا بإلغاء رحلاتهم وبيعها لناس آخرين؟ الكثير أخي بشير، كثير من الركاب ورصدنا هذا وتكلمنا وتحدثنا عنه مرارا وتكرارا في صفحاتنا وفي صفحات حملة الفساد اليمنية، وتحدث الأخ أنور محمد كمان عن هذه المشاكل والكثير من المتابعين والقائمين على الحملة، وأنا أشكرهم كثيرا على تفاعلهم وإيصال الحملة إلى الحكومة، ولكن لم نرى إلى الآن أي خطوات جادة. كما دعني يعني أورد لك بعض الإشكاليات التي تحدث. تفضل. وكما قلت لك يتأخر بعض الركاب للذهاب إلى المطار، وحتى وإن وصل ولا زال الكاونتر مفتوح يتم تغريمهم 100 دولار في سابقة يعني لا ليس لها مثيل. لمن هذه المبالغ وأين تذهب ومن فرضها أصلا؟ الأضرار المترتبة على هذه المشاكل أو على هذه إلغاء الحجوزات زيادة عدد العالقين وتكدس عدد كبير، كما شاهدت أخي بشير وسمعت من قبل عن أحداث العالقين وما تلاها من مشاكل وفوضى. تضيق بهم الحال، هناك يعني بعض الناس يبيعون كما تحدثوا في الحلقات السابقة يبيعون ذهبهم يعني لأنه الواقع الحال سيء عند المواطنين. طيب طيب أحمد اسمح لي أحمد أن نذهب الآن يعني يتم أحمد اسمح لي أن نذهب الآن نتابع باستطلاع ميداني عن مشاكل اليمنية وعن الابتزاز للمسافرين اليمنيين والمشاكل التي تحدث معهم في مكاتب اليمنية في الخارج سواء في الأردن أو في القاهرة، ومن ثم نكمل الحديث. احنا راكبين في طيران اليمنيين كلها تعامل مصري كلهم نصابين راكبين يحتجون تذاكر وبالأخير يجلسونا في الأرض، وهذا حاجين 3 تذاكر 4 تذاكر دافعين 14 دولار، وفي الأخير يقولوا لنا ما في لكم إلا 2 مقاعد معنا 4 أشخاص ويجلسونا بالوضع هذا، وهذا عنده عملية جراحية استئصال مرض، وهذا عملية قلب مفتوح حالته الصحية متدهورة، وهذا نحن جالسين في الأرض. الخطوط القوية اليمنية رافعة لك سعر التذكرة من داخل القاهرة لداخل اليمن 1200 دولار، إيش من نص معاكم 1200 دولار؟ ليش؟ ايش من طيارة بتركبنا روزرايز ولا فراري؟ شركة ناسا عاملة رحلة لما الفضاء حق المريخ ب1000 دولار وانت عامل لي لداخل اليمن ب1200، تكون معاكم طيارات بلا صيانة عارف الطرش لما ركن الحافة، والكراسي حقكم معفنة، ولا القناعات حقكم كلها ملصقة، ما ايش معاكم طائرة تيوبليس؟ طائرة خردة، تذاكر غالية، فوق هذا عايزين هنجموا علينا، احمد والله علينا، عليك نحمد الله عليكم. ما بصل حامل لا تولد، ما بيصدف فيها الضيقة للمستشفى الجمهوري طوالي علاج من نقافتها ومن دناءة الخدمة، لا حمامات لا مطابخ لا مكيفات، الجناح ملصق بلصق الظهر ملصق الجروح الجناح حق الطائرة والله بلصق الظهر، واني عندي صورة صورها اخي مجام اليمن بلصقها من حق الشنط حق السفر. مشكلتي اني حاجز هنا لشهر وهم يقولوا لي كل يوم بكره حاجز لا تقل، هم يقولوا لي الوجود ما في، طيب دوله بكامل عليك بياخذ فلوسي وانت مش قادر انك تكفر ال1000 دولار بركبها من اليمن لا روسيا من اي دوله. كيف تعامل اداره المكتب؟ اداره سيئه، تعاملهم نصب كذابين بيتعلمون نصب يتاجروا بقرايانا يتاجروا. المشكلة أن المدير المكتب ذا أنه يبيع ويشتري في اليمنيين هنا. بيع وشتري. يرجع واحد يطلع واحد. عرفنا باسمك لو. لا يعني غريب من مارب. بياخذ قيمة الدفتر. بيع شارك. شارك بفتح طيران آخر غير اليمنيين. جوار اليمني يكونوا فتح طيران آخر. المصرية هذا ما فينا اليمنية مستقبل. $1000 مسافر لأمريكا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا
عينة من المعاناة والمشاكل التي يتلقاها المسافر اليمني في مكاتب اليمنية في الخارج. أعود إلى تعز عبر الأقمار الاصطناعية مع الأستاذ نشوان نعمان مدير مكتب المغتربين. أستاذ نشوان، عدنا لك من جديد. إذن أمام كل هذا الشكاوي، أمام كل هذا الفساد الذي تحدثت عنه وتحدث عن الناس وتحدث عنه أيضا الأخ أحمد السامعي والكثير في مواقع التواصل الاجتماعي، هل من المعقول الحكومة لم تستطيع أن توقف هذا الفساد وتحاسب من يقومون بهذه الاختلالات الكبيرة في البيع التذاكر، إخلاف المواعيد، فرض إتاوات على الناس؟ أخي العزيز، أخي العزيز، الحكومة حتى الآن لم تقوم بعملية تشبيك بين مؤسساتها، يعني حتى الآن لم تقوم تشبيك بين المناطق المحررة مع وزارتها. هناك تأخير من الحكومة، وهناك فشل في إدارة مؤسسات الدولة، هناك فشل في إدارة الوزارات. حتى الآن احنا في تعز لم تم تشبيك الوزارات مع المكاتب التنفيذية مع الوزارات، فما بالك بالطائرة اليمنية. الرئيس الجمهورية وجه، التقى بالعلواني، وجهته أشياء كثيرة، لكن لم يتم عمل شيء. لابد من لجنة التحقيق، تشكيل لجنة التحقيق وتشرف على أداء سير اليمنية وعلى صيانة الطائرات، مهم جدا أخي العزيز. الآن احنا نتكلم عن فساد، لكن هناك شيء مهم وهو خلل إداري. وفي خلل إداري، هل هذا الشخص صالح لإدارة المؤسسة هذه أو لا؟ احنا لابد ما تقرر الحكومة الكلام هذا. وفي معنا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، معنا أجهزة النقابة اليمنية أو ما يسمى بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يرفع تقارير رئيس الجمهورية عن الفساد المستشري بذا، ويتم لابد من إلغاء أو تغيير، تصحيح، إعادة هيكلة لطائرة اليمنية، لمجلس إدارة اليمنية. أخي العزيز، أنا لو أقول لك أنه عدد الركاب في 2015 كان 365-344 ألف، تم تجميع ما قدره 260,421,079 دولار. في 2016 كان عدد المسافرين 185,777، يعني تم تحصيل 19,896,216 ألف دولار. لم تستفد اليمنية من هذا المبالغ أبدا لعمل صيانة أو لتجديد أو تحسين مستوى أدائها. أين ذهبت إذن أستاذ نشوان؟ لكن بالأصح أين ذهبت هذه الأموال من وجهة نظرك؟ أين ذهبت؟ أنا أخي العزيز، أنا قلت لك أنه هناك شخص استلم 600 دولار يوميا على مدى عامين ونيف، يعني أكثر من ربع مليون، أكثر يعني قرابة النصف مليون دولار الآن يمكن توصل، تمام؟ هذه بدل سفر لرئيس مجلس الإدارة، واحسب أنت لأعضاء مجلس الإدارة الباقيين، احسب لطاقم بدل سفر ما يسمى بهيكل او بمدراء مكاتب اليمنيه، تمام؟ رواتبهم هو ما زال كل العاملين في صنعاء يشتغلوا وهم لا يستلمون رواتبهم، هم لا يعملون. لا زال قسم الصيانه في صنعاء او قسم الحظائر أو ما يسمى الصيانه في صنعاء، لا هم لا يعملون. لماذا لا يتم نقل انا عامل مجموعه من الحلول لليمنيه، لماذا لا يتم نقل الحظائر ما يسمى الصيانه الى عدن وانشاء حظيره صيانه للطائره اليمنيه؟ انا بدل ما اروح كراتشي الان، تعرف ان اليمنيه دفعت 700,000 دولار، تمام، الى قبل شهر مقابل وقوف طائره اليمنيه لمده 9 اشهر. نعم، مبلغ خيالي. الطائره اليمنيه انتقلت الى كراتشي لاصلاح يسموها المحول بتاع الماطور بتاعها، ولا حتى الان لم يصلح، وندفع مقابل ايش؟ هل تعتقد حضرية. ان وراء هذا نعم استاذ نشوان، هل تعتقد ان وراء هذا صفقات فساد بطريقه ما؟ مش صفقات فساد، هناك تدمير لليمنيه، للطائره اليمنيه، حتى يتم هناك تدمير لليمنيه حتى يتم وجود طيران اخر منافس، تمام؟ نعم، يعني من ضمن الأشياء كان هناك حلول لهذه، هو استئجار طائرتين وتم الإعلان عنها، وتم توجيه مذكرة من رئيس مجلس إدارة اليمنية إلى مطار القاهرة بتاريخ 26/6/2015، لكن لم تنفذ، تمام؟ نعم. لماذا لم تنفذ هذه الطائرة اللي استأجرها من تاريخ 27 يونيو 2017؟ لماذا لم تنفذ؟ لأنه هناك فساد مستشري، وهناك من يريد أن يستفيد من هذه الأشياء. طيب، لماذا لا يتم نقل مخازن قطاع الغير إلى عدن من صنعاء؟ نعم، لماذا لا يتم نقل مكاتب الطيران الأساسية من صنعاء إلى عدن؟ تمام؟ نعم، لماذا لا يتم عمل صيانة عاجلة للطائرات المتبقية؟ وفي طائرة في أبوظبي، وطائرة موجودة في عدن، وطائرة موجودة في كراتشي،
لماذا لا تعمل سيناريوهم؟ طيب استاذ احمد، وما اريد انهاء اليمنيه نعم. حتى يتم ايجاد انت اخي العزيز، انت تعلم ان عبد الخالق القاضي استولى على 5 طائرات تابعه للطيران اليمنيه، 5 طائرات دوش خاصه بناقل موظفي وعمال شركه حقول النفط. اي نعم، اي اين ذهبت هذه الطائرات؟ هذا الاسطول اين ذهب استاذ نشوان من خلال اطلاعك؟ هل لا زال يعمل في دوله ما، انتقل الى جهه اخرى، ام اين ذهبت هذه الطائرات؟ انا ما عنديش معلومات مكانه، لكن اللي عندي انه تم معه شركه طيران، عبد الخالق القاضي انشا شركه طيران خاص فيه، هناك فساد نعم. مستشري سابق ولاحق. نعم طيب استاذ نشوان، عندما تم تعيين شخص نريد بس التاكيد على نقطه مهمه، انت ذكرت ان احد المسؤولين في اليمنيه يستلم كل يوم 600 دولار كيعني بدل على مدى 2.5 او 3 سنوات، هل هو رئيس مجلس الاداره احمد مسعود العلواني ام رجل اخر تقصد؟ من هو الذي يستلم بهذه المبالغ؟ هو رئيس مجلس، اذا احمد العلواني رئيس مجلس الاداره. العلواني هو من يستلم هذه المبالغ اخي العزيز، ويعمل عند قرابه 60 يوما يتم في قانون بدل السفر، عندما توصل الى 60 يوم يتحول بدل السفر الى 50%. هو يعمل عند قرابة 60 يوما وينتقل إلى الأردن، وبعدها يجلس 2-3 أيام ويرجع إلى حتى يتم حساب له. طيب طيب أستاذ نشوان، اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث الآن. نعم اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث من صنعاء سلام جباري، مدير الإعلام بشركة الخطوط الجوية اليمنية، أو سلام جباري، حتى نسمع ما عنده أو يرد على كل ما طرحت. مرحبا بك أستاذ سلام. حياك الله أخي العزيز بشير، ربما سمعت الأستاذ سلام على المداخلة الجميلة. مرحبا بك، ربما سمعت ما طرحه الأستاذ نشوان وأيضا أحمد السامعي، وتابعت وقرات مواقع التواصل الاجتماعي ربما مشتعلة جدا، وهناك فعلا نقمة كبيرة ضد طيران اليمنية. لماذا كل هذه المشاكل؟ أليس اليمنيين يعني بحاجة إلى أن تساعدوهم، لا أن ترفعوا عليهم، لا أن تنغصوا حياتهم بالسفر ذهابا وعودة مع هذه الأزمة الحاصلة في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز بشير، نعم، أود الإحاطة أولا أن اليمنية تمثل الصورة الوحدوية في اليمن، تعمل من جميع المحافظات، نعم، وتعتبر هي الجسر الرابط بين اليمن والعالم رغم التحديات والصعوبات التي تمر بها، والجميع يعرف ذلك. بالنسبة أنا لم أسمع الأسئلة كاملة حق الأخوان، لأنه أنا لست في مكان التلفزيون مفتوح فيه، نعم، فما سمعت الا بعض الاسئله، اذا ممكن يعني انا ربما اذكر لك بعض النقاط. استاذ سلام، اذكر لك بعض النقاط حتى تكون في الصوره. يعني الاستاذ نشوان ذكر بان رئيس مجلس اداره اليمنيه يتقاضى يوميا على مدى تقريبا 3 سنوات 600 دولار مقابل بدل، هذا يوميا ما يقارب الان خلال 3 سنوات يمكن 300,000 دولار او 350 مليون، ربع مليون دولار مقابل بدل يومية لهذا الرئيس مجلس الإدارة. واحد. النقطة الثانية، هناك تلاعب، بعض المسافرين يتم بيع مقاعدهم لناس آخرين بمجرد أن يتم دفع مبالغ أكبر، تؤجل بعض الرحلات، بعض الرسوم تفرض لمن تأخر عن موعد الرحلة ولو لبضع دقائق، يتم دفع 100 دولار في المطار. وهناك أيضا مواعيد الرحلات التي ربما باتت واضحة، تلغى لمدة يومين، لمدة 3 أيام، لمدة أسابيع وغير ذلك. بالنسبة يا أخي العزيز، النقطة الأولى وهي نقطة الأخ رئيس مجلس الإدارة. نعم. الكابتن أحمد مسعود العلواني يتمتع بخبرة كبيرة ويتمتع بنزاهة، ومعروف عنه ذلك تماما. الكابتن العلواني يا أخي العزيز عايش في مصر بسبب الأوضاع الحالية بمرتبه الحالي، ولا يوجد أي بدل سفر. الكابتن العلواني يا أخي العزيز لا توجد له بدل مواصلة ولا سيارة، بتواصل بسيارة مدير المنطقة الأخ خالد. نعم. وهذه أعتقد أنها أشياء ما 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 ما, ما أدرى يعني مبالغ فيها، ولا أدرى ما هو سببها، ولا يوجد أي بدل سفر، ولم يأخذ بدل سفر خالص في هذا الموضوع. وأستغرب أنه أستاذ سلام إذا اسمح لي أستاذ سلام. عمان عفوا يا أخي، خليني بس أنا سأعطيك الوقت كاملا أستاذ سلام، بأعطيك بخليك تتحدث بما تريد كاملا، ولكن اسمح لي بس دقيقة فقط. نعم أستاذ سلام، أستاذ سلام
سأمنحك الوقت الكافي ولسه في بداية الحلقة، أتمنى بس فقط حول هذا النقطة رد أخير من الأستاذ نشوان نعمان حتى نودع، لأنه بيودعنا الآن. أستاذ نشوان، الأستاذ سلام يقول لأن هذا الرقم الذي تحدثت عن بأنه يتقاضى 600 دولار يوميا رقم مبالغ فيه وغير صحيح، وهو الآن يتنقل بسيارة أحد مدراء مكاتبه في القاهرة ولا يوجد لديه أي بدل سفر ولا بدل إقامة ولا شيء. أخي العزيز، أنا أتمنى أن يكون ذلك الكلام صحيح. نعم، حتى تعود اليمنية رونقها السابق وتعود ثقتنا بمجلس إدارة اليمنية، لكن أنا عندي معلومات مؤكدة وجدتها في القاهرة في مكتب القاهرة، لم أتي بها من فراغ، تمام، ليس من باب الاتهامات أو شيء، أشياء موجودة. أنا كنت في القاهرة وفي مكتب القاهرة وعشت تقريبا فترة طويلة في مكتب اليمنية في القاهرة ووجدتها معلومات كثيرة. لا نريد أن نفضح كل شيء، لكن هناك أشياء كثيرة تدار وهو يعلم بها، وهو يعلم بها الأخ مسؤول العلاقات العامة، ويعلم أنه لا يمكن أن يجلس شخص براتبه كما يقول، لا يمكن أن يجلس شخص براتبه كما يقول، تمام، لأنه ولا بسيارة خالد. الأخ خالد، أنا وجدت الأخ خالد في القاهرة لحاله، لم نجد رئيس مجلس الإدارة ولم يحضر إلى مكتب اليمنية، وأتحداه أن يقول أنه حضر لمكتب اليمنية أو جلس مع مواطن أو عرف مشكلة أي مواطن يمني. لم يقم بحل أي مشكلة ولم يعمل أي شيء لأي مواطن. أشكرك أستاذ شوان، أنا أعتذر منك لأنه سيتم قطع الاتصال بك، مجبورين على ذلك. شكرا جزيلا لك الأستاذ نشوان نعمان مدير مكتب المغتربين في محافظة تعز، وعودة إلى الأستاذ سلام جباري مدير الإعلام بشركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء. أستاذ سلام، الآن الكلمة لك، تكلم ورد بما تريد وبما تقول، الكلمة لك، تفضل. يا أخي العزيز، بخصوص الكابتن، أوضحت لك أوضحت للأخ نشوان والأخ أحمد السامعي رئيس مجلس الإدارة يتقاضى راتبه الموجود حاليا ولا يوجد بدل سفر معه خالص ولا مواصلات ولا سكن، كله نعم. على حسابه من الراتب وراتبه نعم. يغطي ذلك بحكم نتجاوز هذا النقطة أستاذ سلام، ننتقل للنقاط الأهم وحنكته وخبرتي يا أخي. نعم، إذا نتحدث عن النقاط الأخرى، اللعب بمواعيد الرحلات، اللعب ببيع التذاكر لمن يدفع أكثر. يا أخي مواعيد الرحلات هو حلها بسيط جدا. مواعيد الرحلات يا أخي، نحن نتلقى التصاريح بالرحلات الليل، وصلتنا قبل ساعة أنه ممكن الرحلة تقلع أو ما تقلعش، فهذا نحن ننتظر إلى آخر لحظة حتى نبعث بالتصاريح من السعودية إلى اليمن ومن اليمن تذهب إلى مصر علشان الرحلة تمشي. في حالة يخرج طبعا عن إرادتنا ونصرح لنا رحلة واحدة، وفي حالة أخي العزيز بشير، في حالة أنه طائرة البنك دخلت اليمن أو طائرة الأمم المتحدة فتلغى رحلاتنا وتؤجل لليوم الثاني، وهذا يسبب لنا معانا شديدة لأخواننا الركاب ولنا أحلى أيضا، لأن نحن من نتحمل هذه المعاناة. نعم. أما بالنسبة للتلاعب بيع المقاعد ودفع مبالغ كبيرة جدا، أنا أعتقد أنه هذا الكلام غير صحيح، ومن الصعب جدا انه اي شخص يثبت هذا، لانه الشخص صاحب المقعد هو موجود في محطه القاهره، موجود في مدينه القاهره. نعم. موجود في مكتب القاهره وبيتم التاكيد له 100%. استاذ سلام، انا اذا نوقف عند هذه الجزئيه، قبل قليل استاذ سلام قبل قليل عرضنا احد مقاطع الفيديو الان عبر القناه وهو يتحدث بانه دفع 4000 دولار مقابل تذاكر عودته الى اليمن، وعندما يعني ربما تم التاخير اكثر من مره، وفي المره الاخيره عندما عاد الى اليمن كان قاعد على الارض بجوار عائلته وهم مفترشين الارض، وهم دفعوا قيمه المقاعد للعوده الى اليمن. هذه حاله من ضمن مئات الحالات التي تصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أخي بشير، هذه الحالة وصلتك أنت ولم تصلني أنا، لماذا لم يأتي إلى مطار صنعاء؟ هو جاي من القاهرة إلى صنعاء، لماذا لم يقدم شكوى رسمية لعندنا؟ لماذا التصوير حقه كان تصوير خاص يعني محصور في المكان نفسه؟ لماذا لم يصور الطيارة ويورينا في مقاعد مليانة أو مقاعد فاضية؟ يا أخي التصوير ممكن واحد يتلعبه، أنا لا أنكر أن في أغلاط يا أخي العزيز، وإنما كان المفروض يكون نوع من المصداقية، وأتمنى من أخي المواطن أو أخي المسافر أنه يمدنا بجميع المعلومات الذي تخطو الطرفين علشان أنا أعرف أين يكون الخطأ عندي، علشان أعرف أنا أحاسب.
لكن هكذا بالطريقة هذه يا أخي بشير لا أقدر أنا أحاسب أحد، وطالما ما فيش عندي إثباتات ولا أدلة الذي تدين لماذا طيب أستاذ سلام كلامك نعم باعتبار أن كلامك أنت لا تعرف ولا بد أن يكون هناك شكوى تأتيك. مكتبة اليمنية في القاهرة أستاذ سلام كما تعلم على مدار الساعة الشكاوى بالمئات والناس بالطوابير، هذا جانب آخر. أيضا أنت اقرأ وتابع في مواقع التواصل الاجتماعي، هل من المعقول نعم أستاذ سلام اسمح لي أكمل معلومتي، أكمل ما أريد أن أتحدث فيه، يعني ما يتحدث عليها الناس بشكل عام وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، هؤلاء كلهم كذابون وليس لكلامهم أي مصداقية، معقول الناس تشتكي وتتبلى عليكم؟ أنا لا أكذب لكن في حقائق يا أخي العزيز أنا أريد أن أوضح الآن. نعم تفضل. أنا أريد أن أوضح يا أخي، الطلب أكثر من العرض يا أخي، العرض يعني في الطلبات كثيرة والعرض قليل يا أخي. في عندك أشياء، أسألك سؤال يا أخي بشير رجاء، وأتمنى أن الجميع يستوعبه، لماذا مشاكلنا لا تأتي إلا من محطة أو منطقة القاهرة؟ لماذا لا تأتي من الخرطوم ولا من الهند ولا من جدة ولا من الرياض ولا من عمان، رغم الزخم السكاني الكبير والمغتربين في هذه المناطق، لماذا مشكلتها كلها من القاهرة؟ لماذا إذن؟ أجبني أنت لماذا؟ أجبني أنت الاجتماعي كلها لماذا الكهيرة. لماذا لا تأتي الشكاوى إذن إلا من مكتب القاهرة؟ من السبب؟ ربما المشكلة في إدارة هذا المكتب في القاهرة، لم يعرفوا يتعاملوا مع الناس ولا يديرون المكتب بالطريقة الصحيحة، وهمهم الوحيد فقط جمع الفلوس. عزيز بشير أنا معك حصلت مشكلة وانتشرت الموقع التواصل الاجتماعي للمناوشة اللي حصلت خارج المكتب وانتزاع بعض الأسلحة من الأمن، وكان الأخ نشرت الآن في التواصل الاجتماعي أن الأخ الشيخ مارب الشبواني الذي كانوا أفراده سبب المشكلة أداء بالاعتذار، وأن الشخص يعاني من حالة نفسية وحالة ووضع في مارب صعب جدا، كان لابد من السفر. أنا لا أمكن يا أخي أني أنزل راكب حاجز دافع عندي وأنزله وأشيله وبيع المقعد حقه للرجل ثاني، هذا مستحيل. يعني سنواجه نفس المشكلة أينما رحنا يا أخي، العرض قليل يا أخي، العرض قليل. أستاذ سلام أستاذ سلام نعم أستاذ سلام نحن نقدر أستاذ سلام حتى نكون منصفين نعم أستاذ سلام نحن نقدر فعلا الجهود التي تبذلها اليمنية بعد أن توقفت كل الطيران إلى اليمن، لكن في المقابل هذا لا يمنع بأن تكون اليمنية على قدر على حجم المسؤولية وحجم المعاناة يحاولوا أن يرتبوا يديروا هذه المكاتب وهذه الطائرات المتبقية بالطريقة الصحيحة حتى لا يتم هذه الشكاوى بشكل متواصل، والآن 3 سنوات ولم تحل يا أستاذ سلام 3 سنوات. أخي بشير أنا أناشد المواطنين والمسافرين بتزويدنا بشكاوي رسمية، والله لن نتخذ القرارة الصارمة في هذا الموضوع، ويهمنا إحنا معاناة المواطن هذا أن إحنا نفتح له المجال. أنا وجودي هنا أحل معاناة المواطن وليست أنا لو أزيد معاناته. يا أخي بشير المشاكل كلها تأتي من القاهرة، الشكاوي لا تأتينا شكاوي رسمية، نرجو التعاون معنا. أنا كمان من هذا المنبر الكريم أناشد التحالف بفتح المجال وفتح الويندو تايم لنا، نحن مسموح لنا برحلة واحدة فقط في اليوم، وأتمنى أنهم يفتحوا لنا المجال من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساء، وإحنا مستعدين كل الاستعداد لنقل كل العالقين في جميع أنحاء العالم اليمنيين إلى اليمن وحل جميع المشاكل، وإن رأيتوا مشاكل فتعالوا حاسبونا. لكن الوضع مقيد يا أخي لنا. نعم طيب أستاذ سلام اسمح لي أن نذهب الآن لمتابعة مادة معلوماتي عدها الزميل وديع عطاء عن المشاكل التي تمر بطيران اليمنية والشكاوى التي ترفع ضدهم، ونكمل المحورنا الأخير من هذه الحلقة، ابقوا معنا.
من جديد عدنا لكم بعد أن تابعنا هذه المادة المعلوماتية. أعود إلى القاهرة مع الناشط أحمد السامعي. أحمد، نستغل دقائقنا الأخيرة الآن، الأستاذ سلام يسمعك، وإذا كان لديك تعقيب على ما طرحه والتبريرات التي ذكرها، وأيضا لو كان لديك أي مشاكل توجهها لتفضل. مرحبا بك أخي نشوان. أولا أخي بشير. نعم. اولا بالنسبه للاستاذ سلام قباري اوجه له التحيه باستضافته والحديث، ولكن اريد ان اعقب على ما قاله من ناحيه بيع المقاعد. هذه المساله لا تحتاج الى يعني وثائق على الهواء ابثها من الهاتف. يا اخي العزيز، كل مواقع التواصل الاجتماعي تعب بالفيديوهات وكل المكاتب امام المكاتب الشكاوى من المواطنين، من المسافرين، من العالقين، كلهم يتحدثون عن بيع مقاعدهم او المقاعد التي يحجزونها. بالنسبه للمشاكل وتطرق لمساله انه المشاكل لا تحدث الا في مكتب طيران اليمنية في المهندسين، بالطبع هذا الكلام غير صحيح. المشاكل تاتي من كل المكاتب الطيران خاصه في السودان. السودان كل يعني هناك فيديوهات عرضها المواطنون من السودان، من الرياض، او من يعني في عدة مكاتب من الهند، من كل المكاتب يعني هناك في فيديوهات مسجلة وأصوات يعني مناشدات للإدارة اليمنية وللحكومة لوضع حلول لهذه الظاهرة، وهي ظاهرة بيع الحجوزات. طيب أستاذ أحمد، ذكر الأستاذ سلام نقطة مهمة، أنه ربما هذا كل كلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا لا تقدم شكاوى رسمية إلى مكتب اليمنية سواء في القاهرة أو في السودان أو في اليمن؟ أنت أحد المهتمين بهذا، أليس لديك يعني وثائق يعني ترسلها بطريقة رسمية أو تقدمها بطريقة رسمية لمكتب اليمنية في القاهرة أو للأستاذ سلام بشكل رسمي حتى يتم يعني الوقوف عليها بجدية؟ أخي العزيز بشير، نحن سنتين من الآن يعني سنتين ونحن يعني نعرض مشاكل وقضايا وهموم الناس المسافرين والمشاكل التي يتعرضون لها من قبل خطوط الجوية اليمنية ومشاكل مكاتب الطيران، وأخذنا في هذا الموضوع كثير. والعام الماضي تواصلنا مع الكابتن أحمد مسعود العلواني و نعم وعدنا بتخفيض اسعار التذاكر وما الى ذلك. اشكرك احمد، لضيق الوقت انا اعتذر منك، منسق حمله فساد طيران اليمنية احمد السامعي، يتمنى منك ايضا ان تشكلوا بطريقه تكون رسميه وتتجهون الى مكتب اليمنية بشكل رسمي وتقدمون وثائق حتى يسمعكم الناس ويقفون على هذه المشاكل. عوده الى صنعاء مع الاستاذ سلام جباري. استاذ سلام، يعني هو سؤال اخير فقط، الا تخشون انتم كموظفين في اليمنية، ألا تخافون على سمعة اليمنية التي هي بالنسبة مصدر رزق أولي بالنسبة لكم قبل أن تكون للغير، وهي خدمة أيضا للمواطنين، لماذا لا تحاولون على يعني إصلاح كل هذه المشاكل، كل هذه الاختلالات حتى تعود لليمنية سمعتها الطيبة؟ سؤال جميل أخي بشير. من لا يخاف على سمعته وسمعة شركته؟ أعتقد أنه سؤال في محله، بس الإجابة صعبة عليه جدا، لأن هذه تعتبر مصدر رزقي. فإذا ما خفتش على شركتي وعلى الشركة الوطنية أنا وكل موظفيها، على إيش أنا خاف يا أخي العزيز؟ نعم، تهمنا سمعة اليمنية، تهمنا جدا سمعة اليمنية، وسنقاتل من أجلها. يعني سنعمل المستحيل لكي نرجو إلى المستوى الذي ترجع إليه الشركات الأخرى. نحن نقاتل عليها، نحن يا أخي نشتي دعم من المواطن يمدنا بكل أي تقصير. نحن نسعى ودائما في اليمنية نحن نخدم الراكب أو المسافر بالخدمة اللائقة ونحسن من خدماتنا، لكن لا نلقى ردة فعل إحنا من من المواطنين والمسافرين، لانه ما تقدر تعرف. رحم الله امرئ لهداني عيوبي يا اخي، هدونا عيوبنا، قولوا لنا ما هي عيوبنا. العالم كله استاذ سلام، العالم يضج بالعيوب والمشاكل وينقلها اليكم، انتم الذي اعيرون اذانكم واسمعوا لمشاكلنا وحلوها. اشكرك جزيل الشكر، لضيق الوقت لم يتبقى لدينا وقت حتى
يعني نتواصل في هذا الحديث. أتمنى أن نكون قد سلطنا الضوء على هذه المشكلة، ونتمنى من المعنيين في الحكومة الشرعية حاولنا التواصل معهم ليشاركوا معنا علنا نسمع وجهة نظر الحكومة، لكن للأسف يعني يصمون أذانهم ولا يتجاوبون معنا. كذلك السفرة في مصر أبدوا استعدادهم ثم بعد ذلك اعتذروا. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معدة هذه الحلقة الزميل ودي عطا، ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم ورحمة الله.